حاجه كده. احنا قاعدين في الدرس، ايوه ايه العنيبه المحاره، ايه الطيه المزهقه، ايه الطيه المقعره، ايه البركان، ايه ايه. احنا لا، كان ممنوع النفس بالحصى. لا ما في اذا بتعمل تطلع لبرا الصف، ممنوع النفس ابدا. حتى لما كان صحابي يسالوني قبل الامتحان بيوم، يا احمد هو عايزين بس نسالك سؤال، اقول لهم طب ثانيه واحده، يا احمد انت سايبنا وبتغني، اقول لهم يا ابني استنى يا ابني براك عيني، اوكي طيب محدبه مش طبقات وصخور رمليه، محدبه وصف لي كده مجنون مجنون ايه يا برنس؟ قول لها على حاجه عشان ما اجيش اضربك، شوف الرشاقه الله يكبير، قول لها على حاجه عشان ما اجيش اضربك انت. فكرة احمد بحب سارة يا عم، ايه المشكلة؟ ما اكسبك والله عشان تسمع. انتبه تفوتش السحلية من شارتك عبد السلام. اوه ماي جاد، مش هقول لهم ان انا امبارح شفت او يعلش الصرصور بشعرك. لا انا مش عايز اقول لك ان انت البتاع اللي انت حاطه في ايدك دي كان ماشي عليها امبارح تعبان، مش هقول لك. هلا وانتي عم تضحكي عملات تمك، اذا نط بقلب تمك صرصور لا تعتبي. الله بصوت صراصيري كده فظيع، انت بتبداي تعملي صرت نقنقي بالليل مصيبه. تعملي لنا جو مصيف تحت. زمان وانا صغير ما كنتش عارف ان ده صوت صراصير، كنت فاكره ان هو صوت المصيف، يعني يختلف المصيف عن المدينه الصوت ده صوت صرصور. انا كنت عارف هو صوت ايه، كنت انه ده صوت المصيف بحر والشاليه بتاعنا يبقى هو ده الصوت، لكن في العماره بتاعنا يبقى في صوت كده، احنا كده في بيتنا مصيف الصوت ده. لغايه بقى لما لقيت بالليل بقول ايه بقى اللي جاب صوت المصيف هنا؟ ايه بقى؟ ها؟ ايوه ايه بقى؟ لا كنت عبقري وانا صغير. وبعدين كنت ما قلتلكيش ان انا كنت بتخيل العوالم الاخرى؟ يعني انا كنت اتفرج على فيلم كرتون قبل بقى ما اتفرج، يعني عارفه فيلم حياه نمله وكده، انا دول عاملهم من سنين اصلا يعني قبل ما يكتشفوهم. ازاي؟ كنت اشوف نمله مثلا ماشيه، ابقى قاعد كده مثلا في المدرسه فاشوف نمله ماشيه تنزل تحت الخشبه يطلعوا نملتين، اقول اه يبقى النمله دي جت من بيتهم نادت على صاحبها، سافرت له زي ما نادي على اصحابي، قالت له يلا مثلا خارجين كده، هم كده خارجين رايحين مثلا يسهروا رايحين ياكلوا، اكيد عندهم حاجه يروحوا فخدوه بقى ورايحين، وممكن حد يقابلهم بقى والله مش فاكر، يبقوا ماشيين كده وحد يقابلهم يقفوا سيبوا ايه، يبقى حد صاحبهم قابلهم في الطريق ويقفوا يتكلموا في حاجه سلموا على بعض وخلاص كل حاجه. يا جماعه مش كده، كنت فظيع زمان فظيع. وباباهم رجع من الشغل وكانت ليله كانت ابهات وامهات ولا لما نبقى رايحين بقى مثلا ابقى قاعد بفكر في رحله رايحه ولا حاجه، هقول بقى تلاقيهم دلوقتي برضو خمسه مثلا ماشيين مع بعض عمالين يجروا بقى كده وكده، هم بقى دلوقتي هم بالنسبه لهم بقى في ملاهي، يعني احنا مش شايفينها بس في ملاهي. شو من شانك؟ استني دي ابسط حاجه. زمان كنت بفكر ايه برضو وهي عم تشيل الاكل من الله. ده باباهم راجع من الشغل جاب لهم اكل. لا قالوا كل ده فقال اي حاجه عن النمل فكنت بفكر فيها، كنت عامل كل حاجه. كان في ايه ثانية ولا كانت؟ لا كانت في حاجات كتيرة قوي بفكر فيها كده. لا ياما خد مني سنين التفكير سنين. انت عبيت حالك والله. اه كده اصحابي يقولوا لي الله قول يا حبيبي قول يا برنس. هم يا جدعان يعني اشمعنى يعني ما احنا زي ما احنا لينا عالم، هم اكيد يوم عالم يعني. يقولوا لي ايوه ماشي يوم عالم بس مش بيخرجوا يعني وينادوا على بعض يصفروا يعني، احنا بنعمل زي النمل. وجات لي فترة قريت كده كتاب اسمه ملك الأشياء، إن هو واحد زي حاجة كده من مستوحى من هاري بوتر بس بالعربي، إنه بيتكلم مع الحاجات كده، فقعدت شهر موضوع في دماغي إنه الترابيزة دي بتحس زينا فما ينفعش تخططها كده، الترابيزة تتضايق فاهمة، لازم تعمل الحاجات بكويس عشان تعملها كويس، فلما كانوا صحابي مثلا يبقى قاعدين فتضايق. وبعدين قلت لنفسي انا مجنون بتحكي عن جد؟ لا يعني انا صغنطط صغير. عبد السلام كانت طفولته متوحشه بقى، كان بيمسك القطه يحطها يقول لها انت ما خليتنيش تنامي. طفولته كانت متوحشه، انا طفولتي كانت هبله. اخي هيك لا بس كان اخي شقي، يعني مثلا ياسمين
يمسك الياسمين مشان يشم الياسمين. فانه قال انه مشان ما يضل ماسك هيك خانقه بايده فتحشى بانفه. الله. فاختنق. الله. البزر انه حرام يقرشه فيبلع وبلع قام اختنق. الله. اخي مو خلي شغله غبيه ما عامل على فكره. بس عم بيقول لك كان الدباني بواقف كده. بس كمان كان يخترع كثير من القصص. بس عم بيقول لك كان الدبان كده بواقف اللي هو كبير مش صغير. قلت له كمان بقول لك اجيب المصيده. ما موتوش جامد هلسعه بس فيقع بقى عمال جايب الابره في نص بطنه حرام متوحش واجيب الولاعه واشويها متوحش ليك شو لقيت كان جاحد زمان متوحش عن جد متوحش واجيب الفار ايه لا رقصة الدانسر معلش رقصة يجيب الفار وهما بيشوا يجيب الفار من ديله يحطه في الفحم يقول له تعذب تعذب يا عنجد مجنون مش باين عليه مش باين عليه هو كبير طلع مجنون حرام بيقول لك ما كنت صغير عندي 3 4 سنين حتى لو مكرمين بيقول لك يعني القطة كانت صغيرة ما تحسش كبيرة مجنون كان مجنون مجنون بقول لك مره قريبه راح بات عند خاله ففي ديك قاعد طول الليل يناق مش عارف ينام راح جايب الديك وجايب السطور ياه بقول له انتوا كلكم كده قول لي اه يقول لي قلت له ايه اللي حصل قال لي مفيش حمي قعد شهرين ما يدخلوش البيت كل ما يقول له اطلع اتفضل معانا يا عبد السلام ولا الجو هناك حلو؟ حلو كتير اوكي عملها صادها صاد كمشته ايه ده ايه الورق ده تعالى ايه الورق ده كابتن؟ ورق شنو؟ اللي جاي جيلبر بقى يجي له ورق طب تعالى وريني ورق ايه ده طيب تعالى وريني احنا اصحاب تعالى بيعمل ايه يا جدعان ما استوعبت لا ده هديه جات له هديه انت جات لك هديه امال ده ايه ده طب تعالى خلصنا يا عم تقول لنا ايه ده يكون صاحبته ولا احنا نتلخبط احنا هنتمخول في الموضوع ده هنتمخول الفانز الله يسهل لك يا عم فرنسا اوكي سمعتها الفانز اوكي